الحمد لله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب بها الجميع في لقائنا لهذا اليوم، اللقاء الخامس لمقرر مبادئ التمويل والاستثمار. في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى سنواصل الحديث عن ما تم التوصل إليه في اللقاءات الماضية والمتعلق بمصادر التمويل طويلة الأجل. ولكن قبل أن نبدأ نود أن نتأكد من أن الصوت مسموع واضح لدى الجميع. فهل الصوت مسموع واضح لدى الجميع؟ إذن لنبدأ على بركة الله. تعرفنا في اللقاء الماضي على مصادر التمويل قصيرة الأجل، وذكرنا أن هنالك مصدرين رئيسيين للتمويل قصير الأجل، ألا وهي الائتمان التجاري أو ما يسمى بالمشتريات بالأجل، والنوع الثاني ألا وهو الائتمان المصرفي أو القروض قصيرة الأجل التي لا تتجاوز مدتها سنة. وبدأنا بمصادر التمويل طويلة الأجل، وذكرنا أن النوع الأول منها ألا وهو السندات، وعرفنا السند بأنه بمثابة قرض طويل الأجل يستحق الدفع في فترات محددة ويحمل سعر فائدة ثابت. بما أنه يحمل سعر فائدة ثابت فبالتالي هي محرمة شرعا، ويتوجب على المسلم عبدًا التعامل بها لا أخذا ولا عطاء، ولكن هنا يتم شرحها للتعريف بالشيء. وذكرنا أيضا أن السندات يمكن أن يتغير سعر السند ويأخذ قيم مختلفة، الأولى منها القيمة الإسمية، وهذه تتمثل بسعر الإصدار أو المبلغ الذي تقوم المنشأة بدفعه عند موعد استحقاق السند. التغير الثاني ألا وهو القيمة السوقية، وهي القيمة المتغيرة التي يستحقها السند في السوق المحلية. وذكرنا أن هنالك علاقة بين القيمة السوقية للسند وسعر الفائدة السائد في السوق، ففي حال ارتفاع أسعار الفائدة بدرجة أكبر من الفائدة التي يحملها السند تميل القيمة السوقية إلى الانخفاض، وذلك لاتجاه المستثمرين إلى بيع السندات للحصول على الأرباح الأعلى في السوق، بينما في حال انخفاض الفوائد السائدة في السوق بدرجة أقل من الفائدة التي يحملها السند فإن القيمة السوقية للسند تميل إلى الارتفاع، وذلك لإقبال المستثمرين على شراء السندات. وبهذا تكون العلاقة علاقة عكسية بين القيمة السوقية للسندات وأسعار الفوائد السائدة في السوق. نلاحظ أيضا أنه من الناحية القانونية لا يعد حامل السند مالكا للمنشأة، بل يعتبر دائن لهذه المنشأة بمبلغ محدد ويسدد في فترة معينة. ونلاحظ كذلك أن السندات ممكن أن تصدر بقيمتها الإسمية، وممكن بعلاوة إصدار، وممكن بخصم إصدار حسب الوضع المالي للشركة. ولكي تتضح معنى هذه الصورة بشكل أكبر لعلنا نطرح هذا المثال. يذكر في المثال أن إحدى المنشآت أصدرت سندا بقيمة إسمية مقدارها 200 ريال، إذن قيمته الإسمية 200 ريال ويحمل فائدة مقدارها 10%،
وتم بيع السند بعلاوة إصدار مقدارها 10% بينما يتم سداده بقيمته الإسمية عند انقضاء فترته والبالغة بخمس سنوات. المطلوب حساب تكلفة الدين في حال بقيمته الإسمية وأيضا في حال بيع السند بعلاوة إصدار 10% وأيضا في حال بيع السند بخصم إصدار مقداره 10%، فما هي تكلفة الدين في الثلاث حالات؟ لحل مثل هذا التمرين ما علينا إلا تطبيق القوانين مباشرة. قوانين مباشرة نبدأها أولا ببيع السند بالقيمة الإسمية، حيث أن تكلفة الدين ستساوي البسط الفوائد السنوية. كم قيمة الفوائد السنوية في مثالنا السابق؟ من يذكر لنا الفوائد السنوية؟ 20 10% من 200، فبالتالي تصبح 20 ريال. 20 ريال، واضح؟ ينقص منها السعر الإضافي للسند. هل هنالك سعر إضافي للسند في حال بيع السند بقيمته الإسمية؟ إذن أحسنتم، فبالتالي السعر الإضافي هنا في حال بيع السند بالقيمة الإسمية 0. تقسم على مدة السند. كم مدة السند في نص التمرين؟ 5 سنوات. الإجمالي يقسم على قيمة السند عند انقضاء مدته. ذكر لنا في التمرين أن السند سيعاد بقيمته الإسمية، بقيمته الإسمية، وقيمته الإسمية هنا كم؟ 200. يضاف إليها صافي سعر بيع السند. صافي سعر بيع السند بحكم أنه بيع بقيمته الإسمية، فبالتالي تصبح 200 زائد 200 على 2 ثابت في القانون. على 2 ثابت في القانون. تطبيق مباشر، نجد أن تكلفة الدين تساوي 20 ناقص 0 على 5 تقسم على 200 زائد 200 على 2. نجد أن المحصلة النهائية هي 20 على 200 تساوي 10%. إذن تكلفة الدين في حال بيع السند بالقيمة الإسمية تساوي 10%. واضح؟ تطبيق مباشر. أحسنتم جميعا. الحالة الثانية في حال بيع السند بعلاوة إصدار مقدارها 10%. نطبق نفس القانون باختلاف الأرقام، باختلاف الأرقام، بدلا من كونه بقيمته الإسمية 200 يصبح بقيمة علاوة إصدار مقدارها 10%، تضاف 10% تضاف للـ200 فتصبح 220 صافي سعر بيع السند. وبهذا يكون تكلفة الدين تساوي، التطبيق المباشر نجد أنها 20 ناقص 20 اللي هو السعر الإضافي للسند اللي هي 220 ناقص 200. نجد أن السعر الإضافي للسند كم؟ 20. إذن 20 ناقص 20 على مدة السند 5 سنوات تقسم على 200 اللي هو قيمة السند عند انقضاء مدته، يضاف إليه صافي سعر بيع السند بعلاوة إصدار 10% تصبح 220 تقسم على 2 ثابت في القانون. نجد أن المحصلة النهائية لتكلفة الدين تساوي 16 تقسيم
210 يساوي 7.6%. علاوة الإصدار تذهب للمصدر وهو الشركة، الشركة المصدرة للسند بحكم أن وضعها المالي جيد، وبالتالي يكون علاوة الإصدار هذه من صالح الشركة. لكن العكس في حال وضع الشركة متدني ولتحفيز المستثمرين لشراء السند، فتقوم بخصم إصدار أي بقيمة أقل من قيمته الإسمية. وفي مثالنا الحالي، في الحالة الثالثة، لو تم بيع السند بخصم إصدار مقداره 10%، نقوم بالتطبيق على القانون، نفس القانون السابق، إلا في البسط نلاحظ أن الإشارة اختلفت، الفوائد السنوية تضاف إليها، الخصم على سعر السند تقسم على مدة السند، واضح الاختلاف هنا؟ وبالتالي يكون بالتطبيق المباشر على القانون نلاحظ أن تكلفة الدين تساوي 20 الفوائد السنوية، يضاف إليها الخصم على سعر السند اللي هو 10% من 200 القيمة الإسمية للسند، فبالتالي تصبح 20 على مدة السند 5 سنوات، تقسم على قيمة السند عند انقضاء مدته. حنا ذكرنا أنه يعاد بقيمته الإسمية، أي ب200 ريال، يضاف إليها صافي سعر بيع السند. من يذكر لنا صافي سعر بيع السند في حال بيعه بخصم إصدار مقداره 10%؟ أحسنتم، نعم، 180، اللي هي 200 مخصوم منها 10%، فبالتالي تصبح 180 تقسم على 2، نجد أن المحصلة النهائية لتكلفة الدين تساوي 24 تقسيم 190 تساوي 12.6%. واضح للجميع؟ فبالتالي هذه الثلاث حالات، في حال بيع السند بقيمته الإسمية، بعلاوة إصدار بخصم إصدار. نأتي الآن إلى ما يتعلق بالمزايا والعيوب. احنا ذكرنا أنها محرمة، ولكن هنا للتوضيح ولفهم العملية كيف تتم من ناحية المستثمر الشاري لهذه السندات والبائع أو المصدر لهذه السندات. من وجهة نظر المنشأة نلاحظ أن هنالك بعض من المزايا تتمحور في أنه يمكن للمنشأة خصم الفوائد المدفوعة على السنوات على السندات من الضرائب التي تدفعها للحكومة بحكم أنها مديونية على الشركة، واضح؟ لإدارة المنشأة حرية الحركة والتصرف دون قيود، حيث أن حامل السند لا يحق له الحضور للجمعيات العمومية وغيرها. أيضا تحقق المنشأة التكلفة القليلة والثابتة، خاصة إذا كانت الأرباح لهذه الشركة عالية، بينما هنالك عدد من العيوب لإصدار هذه السندات من وجهة نظر المنشأة، أهمها أن هذه السندات تمثل التزاما ثابتا على المنشأة، وأيضا محدودية الاستفادة من السندات في ظل القيود المختلفة والتشريعات القانونية،
كما أنها تقيد حرية المنشأة في التصرف بالأصول المرهونة، لأنه الشركة إذا أرادت أن تصدر سندات فيتوجب عليها رهن جزء من أصولها مساويا لقيمة الإصدار لهذه السندات، وذلك لضمان حق المشترين لها أو حاملي السندات. أيضا تؤثر على سيولة المنشأة، خاصة عند تخصيص مبالغ كبيرة لسداد قيمة السندات. ممكن أنه تلزم على حسب أخوي ملهم على حسب القوانين والتشريعات في البلد الذي تنتمي إليه تلك الشركة، قد تلزم الشركة برهن أصول مساوية قيمتها مساوية لقيمة السندات، وممكن أن تكون أقل حسب التشريعات القانونية لهذه الشركة. من وجهة نظر المستثمر، يعتبر السند من أقل أنواع الاستثمارات مخاطرة، فلحاملي حق استرجاع أمواله عند تصفية المنشأة المصدرة له، وأيضا يحصل حامل السند على دخل ثابت وفي أوقات محددة، لذا هو محرم شرعا. ليس لحامل السند حق التصويت أو الاشتراك في الجمعيات كما ذكرنا، وأيضا قد يتأثر الدخل الثابت الذي يحصل عليه حامل السند بظروف التضخم والأسعار السائدة في السوق، مما يقلل من القوة الشرائية لهذا الدخل. هذا كل ما يتعلق بالسندات كأحد مصادر التمويل طويلة الأجل. ننتقل الآن إلى المصدر الثاني، ألا وهو القروض المصرفية طويلة الأجل. القروض المصرفية طويلة الأجل هي التي تزيد مدتها عن سنة، وممكن أن تتم من خلال البنوك أو من خلال الشركات المالية، الشركات الوساطة المالية، وتكون بسعر فائدة قد يكون معلوم أو متغير حسب تغير أسعار الفائدة في السوق، وأيضا هذه القروض محرمة ويجب على المسلم عدم التعامل بها. النوع الثالث من أنواع مصادر التمويل طويلة الأجل ألا وهي الأسهم العادية، حيث أن الأسهم العادية تعد من أكثر الأنواع شيوعا، وهي عبارة عن حصة في ملكية المنشأة تخول لصاحبها الحصول على الأرباح بعد سداد المنشأة للالتزامات للآخرين، كما أن لحامل السهم العادي حق المشاركة في إدارة المنشأة وحضور الجمعيات العمومية والتصويت في هذه الجمعيات. كما أن السعر قد يتقلب مع الزمن بين قيم ثلاث، ألا وهي القيمة الإسمية، وهي القيمة المنصوص عليها في عقد تأسيس المنشأة، وعلى أساسها يتم توزيع الأرباح كنسبة مئوية منها، كما أن التشريعات القانونية تلزم المنشآت بحد أدنى كقيمة إسمية للسهم. القيمة الثانية ألا وهي القيمة السوقية، وهي القيمة التي يتم التعامل بها في السوق المالية في البورصة في التداول لدينا في المملكة، وهذه تعتبر إلى حد كبير متذبذبة بين قيم عالية ومتدنية حسب وضع السوق وحسب أيضا الوضع المالي لهذه الشركة. ف
فبهذا قد تزيد القيمة السوقية عن القيمة الإسمية، وبهذا يحقق حملة الأسهم أرباحا رأسمالية كما ذكرنا سابقا إذا ما أقدموا على بيع أسهمهم، بينما في حال انخفاضها عن القيمة الإسمية فإنهم سيحققون خسارة لكونهم لا يستردون قيمة ما دفعوه. القيمة الثالثة ألا وهي القيمة الدفترية، وهي القيمة التي يستحقها السهم من واقع السجلات المحاسبية للمنشأة، وممكن حسابها بالمعادلة التالية، حيث أن القيمة الدفترية للسهم تساوي حقوق الملكية تقسيم عدد الأسهم المصدرة، حيث أن حقوق الملكية تشتمل على كل من رأس المال المدفوع، الاحتياطيات، الأرباح المحتجزة، وهذه القيمة الدفترية تتغير باستمرار وتعتمد على ربحية المنشأة بشكل كبير، كما أنها تعطي فكرة جيدة عن القيمة الحقيقية للسهم، ومن ثم فهي تساهم في التوصل لقرار رشيد حول شراء الأسهم للمتداولة في السوق المالية. هنالك عدد من حقوق ومزايا لحملة الأسهم العادية، أهمها الحق في التصويت، كذلك الحق في المشاركة في الربحية، وأيضا المشاركة في أصول المنشأة في حال تصفية المنشأة يتم سداد الالتزامات تجاه حملة السندات أولا قبل الأسهم العادية، ومن ثم الأسهم الممتازة التي سنوضحها في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. يلي ذلك أيضا الدائنين، ومن ثم آخر من يتم توزيع له هم حملة الأسهم العادية باعتبار أنهم ملاك لهذه الشركة. الحق الرابع من حقوق ومزايا حملة الأسهم العادية هو الحق في بيع وشراء الأسهم سواء جزء منها أو كل. طبعا أن هنالك بعض من المزايا الأخرى من وجهة نظر الشركة، أنها لا تشكل التزاما ماليا على المنشأة، والمنشأة غير ملزمة بالتوزيعات النقدية، ولا يحق لحاملها استردادها، ولكن بإمكانه بيعها، ويمكن تداول الأسهم بأعداد قليلة أو بأعداد عالية حسب رغبة حامل السهم، ويمكن للمنشأة الناجحة بيع أسهم جديدة والحصول على علاوة إصدار وهي القيمة الزائدة عن القيمة الإسمية، مثلها مثل السندات في هذه الحالة. بينما هنالك عدد من العيوب، احتمال فقدان السيطرة لأنه من حق حاملي الأسهم التصويت، وأيضا لا يحق خصم الأرباح الموزعة على المساهمين من الزكاة أو الضريبة باعتبار أنها لا تعتبر نفقة، ليست دين، وهذا اختلاف بين الأسهم وبين السندات نلاحظ هنا. أيضا من العيوب، تعتبر تكاليف إصدار الأسهم أكبر من تكاليف إصدار السندات، وتحد الأسهم من قدرة المنشأة على المتاجرة في الملكية، فهي لا تحمل عائدا ثابتا بخلاف السندات. وأخيرا نوضح الفروقات الجوهرية بين السندات والأسهم. نلاحظ أن السندات باعتبار أنها قروض مديونية على الشركة، بينما الأسهم كما ذكرنا أنها مشاركة في رأس المال. التوزيعات، السندات عادة تكون فوائدها وتوزيعاتها ثابتة، بينما الأسهم تعتمد على ربحية المنشأة وأيضا سياسة المنشأة في عملية توزيع الأرباح. الحقوق، ليس لحاملي السندات حق الحضور في الجمعيات العمومية أو غير العمومية، بينما حملة الأسهم يحق لهم ذلك. من ناحية المخاطرة، تعد الأسهم أعلى خطرا من حاملي السندات باعتبار أن السندات تأخذ فوائد ثابتة من المؤسسة، من المنشأة،
وكذلك المتعلق بالعائد. هذا كل ما يتعلق بالثلاث مصادر الأولى من مصادر التمويل طويلة الأجل، السندات والقروض والأسهم العادية. الفروق الجوهرية ذكرنا أن السندات تعتبر دين، بينما الأسهم تعتبر مشاركة في رأس المال. التوزيعات، السندات توزع حسب الفائدة التي تم الاتفاق عليها، بينما الأسهم ممكن أن توزع وممكن أن لا توزع حسب سياسة الشركة وحسب ربحية الشركة كذلك. الحقوق، من حق حاملي الأسهم الحضور للجمعيات العمومية وغير العمومية، بينما السندات لا يحق لهم ذلك. المخاطرة، باعتبار أن الأسهم أعلى خطرا من السندات. والعائد، كما ذكرنا، عائد رأس مالي وعائد جاري فيما يتعلق بالأسهم كما وضحنا مسبقا، بينما في السندات يعتبر أن العائد هو سعر الفائدة المتفق عليه. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، فمن لديه أي سؤال يتعلق بالمقرر بشكل عام فليتفضل. أي سؤال يا أخوان؟ أي سؤال يا أخوان؟ طيب، هنالك كويز لعلكم نحله مع بعضنا البعض، وهذا الكويز الآن أمامكم جميعا. الكويز الآن أمامنا، المطلوب منك حل الكويز، وهو عبارة عن ثلاثة أسئلة. نعم، القوانين معكم. نعم، جميع القوانين مطلوبة منكم، جميع القوانين مطلوبة، وذلك لأهميتها. طيب، نأمل من الجميع حل الكويز. طيب، انتهى الوقت المحدد لي الإجابة عن الكويز، ولعلنا نناقش هذه الأسئلة مع بعضنا البعض. ذكر في السؤال الأول، يقول: من الناحية القانونية، يعد حامل السند مدين للمنشأة ولا مالك للمنشأة، ولا لا يعد حامل السند مالكا للمنشأة؟ الإجابة الصحيحة أنه لا يعد
حامل السند مالكا للمنشأة. واضح. السؤال الثاني يقول القيمة الاسمية هي، ذكر لنا ثلاث اختيارات، والصحيح أنها القيمة المنصوص عليها في عقد تأسيس المنشأة. والثالث يقول من مصادر التمويل طويلة الأجل، أعطانا ثلاثة خيارات والاختيار الصحيح له وهو القروض المصرفية والأسهم. الممتازة، باعتبار أنها طويلة الأجل، بينما الائتمان التجاري الائتمان المصرفي جميعها تعتبر مصادر تمويل قصيرة الأجل، قصيرة الأجل. وهذه الإجابات النموذجية الآن أمامكم لهذه الأسئلة. طيب قبل أن نختم، هل من أسئلة تتعلق بالمقرر بشكل عام؟ أي سؤال يتعلق بالمقرر بشكل عام قبل أن نختم؟ نذكركم بالتكليفات الذاتية. التكليفات الذاتية موجودة في المنتدى تدارس. آمل من الجميع أن يدخل على المنتدى تدارس، وذلك لحل التكليفات الذاتية، حيث أنها بدأت من الأمس أو قبل أمس. فعليكم الدخول على المنتدى وحل هذه التكليفات الذاتية، وهي مهمة كما أن الكويزات أيضا مهمة. فأمل من الجميع التركيز عليها وحلها في الوقت المحدد، لأن هنالك فترة زمنية محددة لحل الكويز. واضح. القوانين، جميع القوانين مطلوبة منكم وذلك لأهميتها. طيب أي سؤال آخر، أي سؤال قبل أن نختم؟ طيب بهذه الجزئية نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء، متمنيا للجميع دوام التوفيق في الدارين. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.